قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. يعد مصنع مروج طفراوي ببلدية سبدو ولاية تلمسان أحد أهم المصانع الخاصة بإنتاج الحليب وكذا والألبان بالغرب الجزائري، فإنتاجه للحليب أو لحليب البقرة صافي وكذا اللبن الخالص بنسبة 100% دون أي إضافات، جعله يتميز عن العديد من المصانع الخاصة بإنتاج هذه المادة. التقرير لكمال بوعز عبيد وحميد عواد. مصنع مروج طفراوي ببلدية سيدو ولاية تلمسان من أحد أهم المصانع الخاصة بإنتاج الحليب والألبان بالغرب الجزائري، فإنتاجه لحليب البقر الصافي وكذا اللبن الخالص بنسبة 100% دون أي إضافات، جعله يتميز عن العديد من المصانع الخاصة بإنتاج هذه المادة. عرف الانتاج نتاعها تطور منذ سنه 2001 الى غايه 2011، و2011 عرف قفزه في الانتاج من حيث الكميه ومن حيث النوعيه. اهميه هذا المصنع لا تقتصر فقط في جوده المنتوج فقط، بل يتعدى ذلك كونه يوفر عدد كبير من اليد العامله بطريقه مباشره كالعمال بالمصنع او بطريقه غير مباشره كالتعاقد مع مربي الابقار. توزيع نعتمدوا منحنا توزيع للمجموعة من الموزعين اللي يستفدوا من مشاريع دعم الشباب، ويقدر العدد تاعهم حاليا ب 35 موزع. أما الفلاحين اللي تتمول منهم المؤسسة نتاعنا، فالعدد تاعهم حاليا هما يقارب 823 فلاح. لبن المروج ذو جودة عالية متوفر طيلة أيام أسبوع، مكننا باش يكون عندنا وفرة في السوق، لهذا عندنا إقبال كبير من المستهلك. مصنع مروج طفراوي من بين المشاريع الاقتصادية الفتية الناجحة التي عرف مسيروها كيفية إدارة أمورها بطريقة عقلانية. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.